بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 146. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في باب عشرة النساء، بعدما ذكر تسليم الحرة في بيت زوجها إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها، قال: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في أول الفصل أنه يجب تسليم الزوجة إلى زوجها إذا تم العقد بينهما وطلب هو ذلك، لأن هذا هو مقتضى العقد. وتقدم بيان الشروط التي تشترط لوجوب التسليم. وفي هذا يقول: إذا طلب أحدهما الإمهال في التسليم، أن طلب الزوج من أولياء المرأة الإمهاله في تسلم زوجته، أو العكس، طلب أهل المرأة أو المرأة إمهال الزوج لهم في تسليمها له لغرض صحيح، فإنه يجاب إلى ذلك ويمهل من باب حسن العشرة ومن باب إزالة الحرج عمن يحتاج إلى الإمهال. نعم. قال: وجوبا لا لعمل جهاز، يعني يجب إمهاله، ولأن في ذلك إزالة للحرج عنه. فأما إذا طلب أحدهما تأخير تسليم الزوجة لزوجها لأجل عمل الجهاز، كانت عمل التأفيف مثلا، تأفيف للبيت أو للغرفة أو لعمل تجهيز الزوجة باللباس والحلي أو غير ذلك، فإن هذا لا يقتضي الإمهال، لأنه يمكن الإتيان به بعد التسليم. فيمكن عمل الجهاز وبعد التسليم، ولا يكون ذلك معوقا للتسليم وتفويت حق الزوج على زوجته أو حق الزوجة على زوجها. نعم. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. إذا تزوج حر أمة أو تزوج عبد أمة مملوكة، نعم، فإنه يتسلمها زوجها ليلا، لأنه محل الاستمتاع. وأما في النهار فإنها تكون في خدمة سيدها. أما الحرة فإنها تسلم لزوجها ليلا ونهارا. نعم. ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض. نعم، له للزوج أن يباشر زوجته ويستمتع بها بما أباح الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو مقتضى العقد. نعم. ما لم يضر بها، يعني تكون لا تتحمل من الناحية الصحية، أو يكثر عليها هو من الوطئ بما يشق عليها. نعم. أو يشغلها عن أداء فرض، كفرض الصلاة وفرض صيام رمضان، فرض صيام الواجب كقضاء رمضان
أو قضاء أو الكفارة أو النذر، فإذا كان يفوت استمتاعه بها، يفوت عليها أداء الواجب عليها في دينها، فليس له الحق في ذلك. نعم، وإنما يستمتع بها بعد أدائها للواجب. أما المستحب فإنها لا تفعله إلا بإذنه كما يأتي. نعم. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. إذا تسلم زوجته فله أن يسافر بها، أن يسافر بها إلى بلد آخر غير بلدها، لأنها تبع له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته، ولأن حاجته تدعو إلى ذلك لتعفه في سفره، فهو بحاجة إليها وهي أيضا بحاجة إليه، فتسافر معه ما دام السفر ليس فيه خوف وليس فيه فساد. أما الذين يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الإباحية بغرض النزهة أو بقضاء شهر العسل كما يقولون، فهذا سفر محرم ولا يجوز للمرأة أن تطيعه فيه، ولا يجوز لأوليائها أن يمكنوه من السفر بها لهذا السفر الذي يترتب عليه محاذير شرعية في ضياعها لدينها وضياعها لأخلاقها، لأن المرأة ضعيفة وتنطبع بما ترى من أو ما تشاهد من الفساد وفي الحجاب وفي غيره، فتتأثر بذلك، فهذا سفر محرم، يجب على المرأة أن تمتنع أن تسافر مع زوجها سفرا فيه خطر على دينها أو فيه خطر على حياتها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم وطؤها في الحيض والدبر. يباح له أن يستمتع بها بأي نوع من الاستمتاع، من التقبيل، من القبلة والمباشرة واللمس وغير ذلك، لأن الله أباحها له وأباحه لها. أما الاستمتاع المحرم فهذا غير مأذون فيه شرعا، كالوطئ في الحيض في الفرج. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فيستمتع منها بالفرج وغيره إلا إذا كانت حائضا، فإنه يتجنب الاستمتاع بها في الفرج ويستمتع منها بما دون الفرج من بدنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها صلى الله عليه وسلم، وأذن في أن يستمتع الزوج بزوجته الحائض فيما دون الفرج، عملا بقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني محل مخرج الحيض وهو الفرج. فهذا مما أباح الله الاستمتاع به في من الحائض إلا في محل خروج الحيض وهو الفرج. اعتزلوا النساء في المحيض أي محل خروج الحيض. وقال: فإذا تطهرنا حتى يطهرن فإذا تطهرن، فأباح الجماع في الفرج بشرطين: الشرط الأول انقطاع دم الحيض تطهرنا، والشرط الثاني الاغتسال حتى يطهرنا، هذا طهرنا يعني من الحيض وهو انقطاع الدم.
فإذا تطهرنا هذا هو الاغتسال، فإذا تم الشرطان انقطع الحيض واغتسلت فإنه يباح له جماعها في الفرج، فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم، يعني محل للولد والإنجاب، فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني من أي جهة، من أي جهة ما عدا الوطء في الدبر، فيجامعها مقبلة ومدبرة، إلا الدبر فإنه حرام الوطء فيه. نعم. قال ويحرم وطؤها في الحيض والدبر. نعم، يحرم وطؤها في حالتين، حالة الحيض فلا يجوز وطؤها في القبل. نعم. وإذا ذهب الحيض واغتسلت فإنه يباح له الوطء في القبل. فأتوهن من حيث أمركم الله. والحالة الثانية الدبر. الدبر حرام مطلقا، لا يجوز للزوج أن يطأ زوجته في دبرها، لأن هذا من اللوطية، والله جل وعلا يقول فأتوهن من حيث أمركم الله، أي من المحل الذي أباح الله لكم. والله حرم الوطء في الدبر لأنه محل الخبائث، محل النجاسة والقاذورات، ولأنه نوع من اللواط وكبيرة من كبائر الذنوب. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها، وإذا أتاها في دبرها أو طلب منها ذلك فإنها تمتنع ولا تجيبه، فإن أصر على ذلك فإنها لها المطالبة بالفراق منه، لأنه فاسد وفاسق ولا يجوز لها البقاء معه، لأنه يريد أن يستمتع في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لها أن تبقى معه. نعم. قال وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة. نعم، للزوج أن يجبرها على غسل حيض من أجل أن يطأ، لأن الله علق إباحة الوطء بالاغتسال من الحيض. نعم. فلو ماطلت وأخرت الاغتسال من أجل أن تمنع استمتاعه بها فله حق إجبار، له حق إجبارها على الاغتسال من أجل الاستمتاع. هي تظن أنه لا يجب عليها الاغتسال إلا للصلاة. نعم. وليس الأمر كذلك، بل يجب عليها الاغتسال للصلاة ويجب عليها الاغتسال أيضا للاستمتاع والوطء، هو حق للزوج، فيجبرها على ذلك لأن حقه معلق بالاغتسال فيجبرها عليه. نعم. على غسل حيض ونجاسة. وعلى غسل نجاسة، لأن النجاسة فيها قذارة وتلوث الزوج، فيجبرها على غسل النجاسة لأجل أن تطهر منها وتنظف منها. نعم. وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. ويجبرها على أخذ ما تعافه النفس مما يشرع أخذه من الأظفار الطويلة ومن العانة ومن الآباط ومما يشرع أخذه. أما الشيء الذي لا يجوز أخذه كالحاجبين فإنها لا تطيعه في ذلك، ولو طلب منها ذلك، لأن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك لو أجبرها على أن تحلق رأسها أو أن تجزه حتى يشبه رأس الرجل أو أن تتشبه بالكافرات في شعورهن فإنها لا تطيعه في ذلك، وكثيرا ما تشكو النساء من هذه الآفة، وهي أن بعض الأزواج الفاسدين يريد أن يجبر زوجته على أخلاق الكافرات من في شعورهن، بأن يجبرها على أخذ الحاجبين أو يجبرها على قص رأسها حتى يصبح كرأس الرجل وتصبح ملعونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال
ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء فلا تطيعه في معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما تطيعه في الشيء الذي أباح الله أخذه من شعور العانة وشعر الجسد وشعر الأبطين وقص الأظافر وغير ذلك مما أمر الشارع بأخذه. وأما ما نهى الشارع عن أخذه فإنها لا تطيعه في ذلك. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. الذمية لا تجبر على غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة عبادة، والكافرة لا تصح منها العبادة، فلا يجبرها، لكن يجبرها على التنظف. نعم، يجبرها على التنظف وإزالة ما ينفر الزوج منها. وأما الاغتسال فهذا عبادة، وهي لا تصح من الكافرة. إن اغتسلت فهو زيادة نظافة وتنزه، وإن لم تغتسل لم يتوقف استمتاعه بها على ذلك، إلا أنها تزيل ما ينفر من القاذورات ومن الأوساخ ومن العرق. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يا شيخ في تهيؤ الزوجة لزوجها وإزالة ما يثير الاشمئزاز، أليس يقابل ذلك على الزوج أيضا أن يكون متنزها؟ نعم. يعني بعض الأزواج يأتي ببصل أو بخر ويلزمها أن تدنو منه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أحسن الله إليكم. فكما أنه يريد منها أن تتنظف، نعم، وأن تتنزه وأن تتزين وأن تتجمل، نعم، فكذلك لها عليه الحق في أن يتنظف وأن يتنزه وأن يتجنب الروائح الكريهة. شرب الدخان، نعم، شرب الدخان هذا آفة وخبث ورائحة كريهة، فإذا طالبته بتركه والامتناع منه فلها الحق في ذلك، فإن أبى فلها المطالبة بالفراق، لأن هذا يؤذيها ويؤذي أولادها. نعم، ويؤذي ذريتها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إلا أنها إذا طلبت منه معصية كأن يحلق لحيته أو أن يغذي شاربه فإنه لا يطيعها في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فبعض النساء تكون سببا لإفساد زوجها لأنها متفرنجة أو فاسقة، فتجبر الزوج على أن يتنازل عن آداب الإسلام وأخلاق الإسلام وأن يتشبه بالكفار، فلا يطيعها في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إذا أراد في الباقي. هذا في القسم بين الزوجات، فيلزم الزوج أن يبيت عند الحرة، خلاف المملوكة، الزوجة المملوكة، عند الحرة ليلة من أربع ليال، حتى ولو لم يكن معها ضرائر. لا يلزمه إلا ليلة من أربع ليال، سواء كان معها زوجات أخر وضرائر أو لم يكن معها، فيبيت عندها ليلة وثلاث ليالي يكون حرا فيها، يكون حرا فيها. لأن أكثر ما يكون معها ثلاث، أكثر ما يكون معها من الضرات ثلاث، كل واحدة لها ليلة، فيكون لها هي ليلة والباقيات على ليلة، فليس لها عليه إلا ليلة من أربع ليالي، سواء كان عنده غيرها أو لم يكن عنده غيرها. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رأي في هذا رحمه الله، يقول: إذا لم يكن معها ضرائر فإنه ليس هناك مسوغ، يعني معنى كلامه، نعم، إذا لم يكن معها ضرائر فليس هناك مسوغ لأن يقتصر على ليلة واحدة من أربع، إنما هذا إذا كان معها ضرائر. نعم، نعم، نعم. قال: ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة. الوطء له ما يشاء، ما لم كما سبق
ما لم يحصل عليها ضرر أو ترك فريضة من الفرائض. فإذا كان يحصل عليها ضرر بكثرة الوطء فإن الضرر يزال ويحدد له ما لا يضر بها، أو كان يريد أن يعطل عليها فريضة كان تترك قضاء رمضان ولم يبقى على رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي عليها، فليس له منعها من ذلك. أو عليها كصوم كفارة، أو عليها صوم نذر معين في أيام، فليس له منعها من ذلك. وما عدا ذلك فله أن يطأها ما يشاء. ولكن إذا كان امتنع من الوطئ فإنه ينظر إلى 4 أشهر، ثلث السنة 4 أشهر، لأن الله حدد للمولي 4 أشهر، فقال سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أي انتظار 4 أشهر، أمهلهم الله 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا ووطأوا زوجاتهم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا تمت 4 أشهر ولم يطأها وطالبت بالوطء، فإن القاضي يوقف الزوج ويقول له إما أن تفي وتطأ زوجتك وإما أن تطلق، فإن أبى أن يفي وأبى أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه إزالة للضرر عنها. فكذلك من امتنع من الوطء من غير إيلاء فإنه يمهل إلى 4 أشهر، فإذا تمت 4 أشهر ولم يطأ فإن الحاكم يأمره بوطء زوجته إزالة للضرر عنها، فإن أبى فإن الحاكم يفسخها منه بطلبها. نعم. إيش قال؟ قال ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة. إن قدر، أما إذا كان لا يقدر حصل له مانع يمنعه من الوطء فهذا ليس له تحديد حتى يزول عنه المانع، لأنه لم يترك الوطء باختياره وإنما لأجل المانع الذي حصل له كمرض ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. هذا في الغيبة عن زوجته، يجوز له أن يغيب عنها نصف السنة وهي 6 أشهر، وهي 6 أشهر، 4 لمدة الإيلاء التي سبقت، وشهر للذهاب وشهر للإياب، فيكون 6 أشهر. وهذا ما قضى به عمر رضي الله تعالى عنه في الجند، أنه لا يترك الجندي يغيب عن زوجته أكثر من 6 أشهر، وذلك لإزالة الضرر عن الزوجات ولحفظهن من الفساد. فإذا تم 4 أشهر وطالبت بحضوره فإن كان يمكنه الحضور وجب عليه ذلك، فإن أبى فالحاكم يتدخل لإجباره على الحضور أو طلب فسخها منه. أما إذا كان معذوراً في الزيادة على 4 أشهر، يعني لم يتمكن من الحضور لعذر منعه من ذلك، فإنه لا يؤاخذ في غيبته الطويلة، كما إذا غاب لطلب الرزق له ولها حتى ولو زاد على 6 أشهر. نعم. أعد. قال وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه القدوم لأجل إزالة الضرر عنها. نعم. فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. فإن أبى أحدهما، أبى الزوج أحدهما، أي أبى الوطء في كل 4 أشهر، أو أبى القدوم بعد 6 أشهر، فإنه يجبر على ذلك. نعم. فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. إن أبى أحدهما أي الوطء في كل 4 أشهر وهو يقدر على الوطء كما سبق، ليس له عذر، أو أبى أن يرجع من السفر بعد 6 أشهر
وليس له ما يمنعه من القدوم، فإنه يفرق بينهما بطلبها، والذي يفرق بينهما هو الحاكم إزالة للضرر عنها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.